أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني حملتها التوعوية لمرتادي محطات الوقود التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتجنب السلوكيات الخاطئة أثناء التزود بالوقود لضمان سلامة الجميع. تحرص الإدارة العامة للدفاع المدني على سلامة المواطنين والمقيمين من حوادث حريق المركبات في محطات الوقود، حيث أطلقت الإدارة حملتها التوعوية لضمان سلامة مرتادي محطات الوقود والتزامهم باشتراطات السلامة عند التزود بالوقود. طبعا تواجدنا في محطات الوقود تماشيا مع الخطة التوعوية السنوية اللي تقوم فيها الإدارة العامة للدفاع المدني بهدف الشراكة المجتمعية وتوعية المواطنين والمقيمين بأهم التعليمات والإرشادات. طبعا عندنا العديد من الإرشادات، أهمها إيقاف محرك السيارة قبل التزود بالوقود، الامتناع عن التدخين، كذلك عدم استخدام الهاتف النقال أثناء التزود بالوقود. الهدف من هاي الحملة بهدف رفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين وكذلك التقليل من نسبة حوادث الحريق. كما قام فريق العلاقات العامة في الإدارة بتوزيع المطويات التوعوية المختصة بالسلامة في محطات الوقود وإرشاد السواق وتثقيفهم بالعديد من النصائح العامة لضمان سلامة الجميع. يعني أشوف أن محطات البترول من أخطر الأماكن بعد، مو يعني إحنا نقول السلامة في البيت أو السلامة في البر، بس البترول يعني أي شرارة أي غلطة، يعني مو بس إحنا اللي بنتضرر، نضر البلد كله. فيعني رحم الله والديهم إنهم قاعدين يوعون الناس، وأنا أقول لأي واحد يجي المحطة إنه إذا بيوصل يبند المحرك إنه ما يكون يدخن أو يتكلم في التليفون، يعني بعد هاي خطر عليه وعلى المجتمع كله. طبعا وجود رجال الدفاع المدني داخل محطات البترول شيء حضاري وتوعوي، يعرفون المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع الإرشادات المفروضة في كل محطة بترول. والله أنا اليوم وايد مفتخر في الدفاع المدني إن لاحظهم في المحطة إن يوعوننا، ودائما نتمنى السلامة حق الجميع. يمكن أنا كمواطن أعرف الإجراءات هذه كلها، لكن في ناس مستهترة يغضون النظر عن الدفاع المدني ورجال الأمن وما يتقبلون أي نصيحة، وإذا نصحك تقبل النصيحة، إذا طلعت برا المحطة عندك روحك، لكن هذه هني محل اشتعال، يعني أرواح ناس. الشباب المستهتر اللي يجيك ويزمر على عامل المحطة لين قال له طفوا السيارة، خير إن شاء الله طفيت المكيف، الدنيا مي حارة في البحرين لهالدرجة، تروح تتهاوش يا عامل وش دنبه، يبي مصلحتك. وتستمر الإدارة العامة للدفاع المدني في تأدية رسالتها النبيلة في حفظ الأرواح والممتلكات وترسيخ مبادئ السلامة العامة من خلال تنفيذ الخطط والبرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي الوقائي في المجتمع.